السلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير، وكنشكركم بزاف كاع البنات اللي كيجيو يسولوا فيا في الانستغرام او في الفيسبوك. كنشكركم بزاف وكنعتذر لانني اولا ما وفيتش بالوعد ديالي. كنت بغيت نكون معكم رمضان كامل، يعني نهار بنهار، ونشارك معكم داكشي اللي كندير، الشهيوات، المشتريات، كيفاش كندوز نهاري. الصراحه هادشي علاش كنت عواله، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الصراحه عندي ظروف صحيه ما يعني ما كتسمحليش انني نصور، و يعني كناخد ادويه، كنعس غالب ديال الوقت، فكنحاول نرتاح شويه باش نرجع نقدر نصور وكل شيء. كذلك ظروف عائليه، غادي نسافر قريبا، يعني غادي نمشي نشوف العائله ديالي، فغادي نحاول نحط لكم مره فيديوهات. والبارح حنا كان عندنا الافتتاح ديال اكسون، وكان ضروري انني خصني نمشي واخا الحاله الصحيه راكم عارفيني كان حماق على اكسون. فالزوج ديالي داني وضربت يعني هكا دويره وبدلت شويه الجو الصراحه، وشفت الجديد باش ما يبقاش فيا الحال، لانني غادي نسافر وكنت كنتسنى الافتتاح ديال اكسون من هادي شحال. فغادي نوريكم المشتريات ديالي كما العاده باش تاخذوا فكره. بزاف د البنات كيعجبهم يديكوريو الديور ديالهم بافكار هكا بسيطه، والاشياء اللي كيشريو يكونوا ما غاليينش. وانا كنلقى بزاف ديال الطلب من هذا النوع، هذا المشتريات ديال اكسيون اولا لي ماغازان اللي تيكون فيهم داكشي رخيص. فواخا ما يكونش اكسيون عندكم في المغرب، بزاف ديال البنات كيبيعوا كيوصلوا حتى للمغرب، اولا كتلقاو نفس الموديل في ماغازا واحد اخر، اولا تقدروا تصايبوا عند النجار. فالمهم من هذا الفيديو هذا انكم تاخذوا فكره، وما تنساوش كذلك تشجعوني كما العاده. يعني انا كنحاول نرجع شويه بشويه، مي الغالب الله، يعني الظروف صحيه كما قلت لكم وظروف عائليه في نفس الوقت. فغادي نوريكم شنو خديت، بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. كما العاده الا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه اول مره ما تنساوش الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي كما العاده. دونك نبداو على بركه الله. غادي نحط هاد الصاج هنا. دونك اول حاجه غادي نوريكم البنات، واللي هادي شحال وانا باغيه ناخذها، هما هاد لي سيت دو طابل. هادو البنات اللي كتحطو فوق الطبله باش تحطو، كل واحد كيحط الطباسيل ديالو والماكله ديالو قدامو. هادو ديال الخيش، ما شنو كيقولوا لهاد لو روتان جو بونس، ما شنو كيقولوا ليه. انا كنت بغيتها في اللون الطبيعي بحال الخشب كامله ما فيهاش البيض، ولكن لقيت في الازرق في الاخضر، فقلت اللهم ناخذ البيض يمكن يجيبوهم مره اخرى. انا خديت ربعه البنات، خصني باقا ناقصني جوج، الربعه اللي كانوا في المغازا هما اللي خديت. هادو كيجيو زوينين هكا في الحطه، وراه كاين بحالهم الناس اللي كيتقداو من ايكيا كاينين، ولكن زايدين شويه في الثمن، يمكن 5 اورو الوحده. هادو ما كانوش غاليين بزاف، عقلتش على الثمن بالضبط، مي ما كانوش غاليين. ديكو بلاطو كيسميهم ديكو بلاطو، اي كتحطوهم هكا وتحطو فوقهم الطباسيل. الصراحه الشكل ديالهم كيجي راقي، كتحطوهم بهذه الطريقه هذه، وكل واحد كيحط الطباسيل ديالو والماكله ديالو قدامه. المهم دابا نقدر نوريكم من بعد كيفاش غنبريزونطيه في لاطابل. البنات اللي كيبغيو هذا النوع ديال لي زيدي تبعوني في الانستغرام ديالي بيلا فيتا 84، لانني كنت كندير تصاور ديال المائده رمضان من الدخول ديال رمضان، وهادشي كيعجبكم بزاف لانني كنلقى فيه بزاف ديال لي جيم وديال لي كومونتير، فهادشي كيزيد يشجعني. فبالنسبه لهادو لو بغيتو تشوفوا الطريقه كيفاش غاديه نحطهم في لاطابل وشنو الانواع ديال الاواني اللي غادي نحط معاهم، فتبعوني على الانستغرام ان شاء الله. فهادو خديت ربعه كما قلت لكم، ناقصيني جوج، المهم المره الجايه ان شاء الله. هادو كذلك خديت هاد الورد ديال اكسيون، عمري ما جربتو انا الصراحه، كيعجبني واحد في امازون كيجيو طبيعيين. عندي واحد في البيض كامل. هاد البوكي هادو كيتباعوا هكا، وهذا خديت منه جوج، غنوريكم واحد اخر راني درتو ديجا في واحد الفاز. يعني الالوان ديالو زوينين، كيجي بهاد الطريقه هادي كامل. نتوما كتقدروا تفتحوه كيما بغيتو، يعني كيجيو مشدودين حتى مع هاد لاتيج التحتانيه. فالالوان عجبوني فيه زوينين كيما قلت لكم. خديت جوج، غادي نوريكم الثاني فين درتو. خديت هادو ديال الحمام البنات، خديت جوج، هادو دايرين شي 60 سنتيم.
الا بقيت عاقله هكا ضروري خص تبدلوهم او للضياف. كذلك خديت هذا الورد، هذا الشيء ديال لا ديكوراسيون ديال الورد وسورتو التصاور ديال انستغرام ولا ديكوراسيون باش ديروا دي دي اي واي موجود. هذا الشيء البنات في اكسيون ما غاليش بزاف، هذا يمكن قل من انورو. كانوا بزاف ديال الالوان، كانوا في الاحمر كانوا في الابيض، ما عجبني هذا اللون الغوز هذا وفي هذا التدريج هذا اللي فيه لتحت، جاو زوينين ان شاء الله. غادي يعني ندير نديكوري بهم شي حاجه، يعني هذا النهار هذا غتشوفوا الورد هادو. كذلك ان شاء الله غادي شريت هذه الهديه هذه لواحد البنيته بنت خالتي، ديت ليها هذه فيها يمكن الجل ديال اليدين هاند ووش وهذا هاند لوشن، كريم مرطب اليدين وكريم لغسل اليدين. عجبوني اللوينات اللي فيه بالنسبه لبنيته، يعني باقا صغيره ما عندها 13 ولا 14 عام. عجبني الشكل ديالو، يعني تقدروا تقدموه كهديه محطوط فوق هذه الخشيبه هذه. كندير شي 3 اورو شي حاجه البنات، وعجبوني الالوان اللي فيه. هذه الهديه الاولى، وكذلك لانني ما شفتهاش من هذه شحال وخديت ليها هذه. هادو البنات سي دي لوتوس، كاينين في الالوان كما كتشوفوا، كاين في الازرق في الابيض وفي الغوز وفي هذا اللوين هذا غوز فاتح يمكن. فعجبتني الفكره، كديروا فيها شميعه من الداخل ها كيفاش دايره البنات، كتحطوا هكا في السونتر د لا طابل ولا في بيت الناس بهذا الشكل هذا، وكتحطوا الشميعه لداخل كتجي زوينه، وخصوصا الا كظلام كتعطي واحد الغولييف في الحيط زوين. دونك هذه حتى هي ما كانتش غاليه، كانت بشي 2 اورو شي حاجه. تي لايت هولدر على شكل لوتوس البنات، هذه عجبتني، يمكن من بعد ناخذ شي وحده ليا. ما خديتش بزاف ديال الحوايج، بان غنوريكم شنو خديت بالضبط، شي حاجه كبيره. خديت هاد لو ديودورون بوغ لو فواياج، ما عرفتش واش يخليوني ندوزو معايا في الطياره ولا لا. هذا مكتوبه فيه نيو ديال البعويده البنات، هو فيه الريحه زوينه، انا جربته البارح بالليل وعجبني. الفورما ديالو اللي عجبتني كثر صغيور بزاف. خديت هاد لو برودوي هذا باش كنحيدو طلاء الاظافر، انا كنستعمل دائما ديال ليدل، وبغيت الصراحه غير نجرب هذا ديال اكسيون، خصوصا انه داير 60 سنتيم، يعني سافو فريمون كو، ما غاليش الاخوات اللي بغاو يجربوه. فهذا الفكره ديالو، فيه ايبونج لداخل فيها ديجا البرودوي دي سولفون، كتخشيو غير الصبع ديالكم وكتبقاو دوروه كتحيد الصباغه تماما. غير كاينين شي وحدين كتكون فيهم الريحه مجهده، جربت ديال لوكلير الريحه ديالو شويه قاصحه. مؤخرا وليت كناخذ ديال الصراحه لوكلير ما فيهش الريحه، هو اللي كنت كنشري. ومؤخرا جربت ديال ليدل، ودابا انا خديت ديال اكسيون لانه رخص منهم بزاف 60 سنتيم، فغادي نجربو ان شاء الله، ان شاء الله يصدق. فوالا. كذلك خديت واحد لوتي اللي شحال وانا كنقلب عليها، خديت ان بتي شاليمو البنات، طوخ شاليمو صغيور. في الاول انا ما عرفتش شنو هو حتى بديت كنقرا هذا البنات. بالنسبه لديك لا طارت سيترون اللي كنت درت معاكم، الكريم برولي، انا هادشي كنت كنديرو في الفران كنشعلو من الفوق وتيجيني مزيان، مي قلت علاش ناخذ هذا، خصوصا ان الثمن ديالو كان جد مغري، انورو 99 البنات. هذا باش كتحمروا الوجه ديال لا طارت سيترون ولا ديال لا كريم برولي، غادي نجربو ان شاء الله. هذا كاين في ثلاثه الالوان، كان في الاسود في الاحمر وواحد في الكري، يعني الكري ميتاليزي. فعجبني بزاف الشكل ديالو، خصوصا انه صغير وما تياخذش البلاصه، غادي نجربو ان شاء الله. ولا صدق راني غادي ندير نهضر عليه فشي فيديو. كذلك البنات خديت هاد ليطاجير اللي هي دايره بحال السلم، خديتها حتى هي من اكسيون البنات، داير 14 اورو. راني ركبته البارح والصراحه حيره واش نحطو في الحمام اولا نحطو في قبل ما كندخل لبيت النعاس. غادي الصراحه نقاد البلاصه ديالو نصورها لكم، دابا غنوريه لكم غير فاش مونطيتو كيفاش داير. صراحه زوين، يعني ممكن هاد لي زيطاجير كيهزو حتى 4 كيلو، ولكن راه ماشي شي حاجه زعما
سوليد ما تسكتروش عليه بزاف ديال لا ديكوراسيون. الا درتو في الحمام غندير فيه غير الفوطاج وهكا لو صابون داكشي غير باش نديكوري. عجبني بزاف 14 اورو البنات. نورمالمون هادو كيكونوا في مغازات اخرين غاليين على هاد الثمن هذا. دونك غادي نوري لكم من بعد في الاخر ديال لا فيديو. وكذلك خديت هاد الطبيله هذه البيضاء, فكرتني بواحد الطبيله كانت شهرات بها اكسيون في الاول واحد لا كوموت, مي هادوك ما بقاوش جابوهم. هذه عجبتني البنات, الزوج ديالي مونطاها البارح ودرتها في الدخله ديال الدار. بور لو مومون كان عندي بزاف ديال لي بيبلو ما عرفاش فين نحطهم, فبور لو مومون درتها في الدخله ديال الدار على ما نصايب عندي واحد الحيط. المهم عندي شي اصلاحات خصني نديرهم. فهذه هي الطبيله كيفاش دايره البنات في البيض. وكاينه اللي كاينه ماشي بيضه من هنا, كتكون خشب طبيعي. غادي نوريها لكم كذلك باش مونطيتها. فهذه البنات اللي غيسولوني على الثمن كانت دايره شي 24 اورو 24 وشي حاجه. كذلك غنسى واحد لارتيكل, خديت هاد الساعه هذه باش نحطها فوق الطبيله النيت. واخا انا عندي الساعات بزاف, عندها هاد اليد بحال هاد الشكل هذا البنات في البيض كما العاده, وكانوا في اللون ديال اللون ديال الخشب الطبيعي. وفيها هاد المجير هذا كديكور, ممكن تحطوها هكا اولا ممكن تعلقوها في الحيط, يعني عندكم الاختيار باش الشكل ديالها زوين سامبل. انا الحاجه سامبل كتعجبني بزاف. حاولوا ديما ديروا الديكورات اللي غيعطيو البلاصه ديالكم يزيدوا يعطيوها الضوء, و او ميم طون يجيو انيقين وبلا كثره الالوان بزاف. دونك هادو هما المشتريات ديالي. غادي نحاول نوريكم لا طابل وداك لي طاجير مونطي. بالنسبه لا طابل انا درتها هنايا البنات, سمحوا لي ما كاينش الضو هنايا بزاف, بلاتي نحاول نشعل الضو. دونك بالضو حسن كتبان اكثر. فانا حطيتها هنا في الدخله ديال الدار البنات كما قلت لكم. هنا عندي لي تواليت حاجهكم. فهنايا درت هاد الفاز هذا ديال الشمع وانا درت فيه الورد, هذا هو الفاز الثاني اللي قلت لكم كيجي زوين الصراحه. وهنايا درت هاد الحامله ديال ديال البريد ديال البريات وداك الشيء ديال الكوريي. وصراحه غادي نحيد هذيك, هادي عندي غير كانت عندي في البلاكار ما بقيتش كنستعملها, كنت كندير فيها لي باليت ديال الماكياج. ولتحت درت هاد البواط ديال اتاي وهاد لي بونبونيير. وصراحه باقا ما هادي غير حطيت هكا, باقا ما قررتش فريمون شنو غندير هنا لانني خصني ندير شي حاجه في الحيط ونقاد الحيط. هذا عقلته هذا عندي في بيت النعاس, حطيته هنايا لانني خصني نبدل له هادي في بيت الناس, يعني ما جاتنيش بلاصتو هي هذيك. وغادي خصني نصايب الحيط ندير له شي بابي بان لان الناس اللي كانوا ساكنين قبل شوفوا شنو كاين هنا, خصني نعمرها. مهم خصني الحيط يتقاد. عندي هاد لي كادر حتى هما من اكسيون, راهم زوينين البنات الكاليتي ديالهم, باقا ما درتش فيهم شي حاجه. دونك ان شاء الله منين نسالي لونطري ديال الدار غادي نوريها لكم. دونك هادشي اللي كاين, نوريكم الكوتي الاخر شنو. دونك انا في الجهه الاخرى هادي الدخله ديال الدار, هنايا لانتيرفون, هنايا عندي هادشي ديال. صراحه هادشي مخسر ليا بزاف الديكور, ولكن هاد اللعيبه هادي مضرقه كلشي, داكشي ديال المكانه ديال الدويتو. وهنايا عندي هاد اللعيبه اللي فيها هوم اللي فيها السويرتات البنات, ضروري يكونوا مجموعين السوار ديالي ديال امير دائما هنا د الكراج ما كيتلفوش لينا. هادي انا كنت ركبتها بوحدي شي 2 سنين تقريبا هي عندي. كاينه موديلات مختلفين, حتى في اكسيون كاينه موديلات زوينين. هادي كنت لقيتها في كوره عجبتني بزاف. وصافي ان شاء الله منين نسالي هاد الدخله ديال الدار نوريها لكم كيفاش. كنعتذر البنات على الصوص ديال الماكينه ديال الصابون. فهادي هي لي طاجير بعد ما مونطاها الزوج ديالي. رانا عندي الروينه هنايا, كنتمنى انها تكون واضحه. فانا فكرت نحيد هاد الكادغ هذا ونحطها في بلاصتو, نحيد هاد الموبل ديال ايكيا ديال الصبابط لان اصلا خصني واحد كبر منه هذا ونحطها في بلاصتو, اولا غادي نديرو في الحمام. فان شاء الله غادي نبارط, قولوا لي نتوما فين ديرو بحال هاد لي طاجير هادي. انا في الحمام عندي واحد البلاكار ما كيعجبنيش, عندي قديم وفيه الزرق ما غاديش مع الالوان اللي عندي. فإلا درت هذا بالنسبه للفوطات وداك الشيء خفيف كنظن غادي يجي زوين. فخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. وهذا مكان بالنسبه لهاد المشتريات كما قلت لكم البنات, راني درتهم لو 24 البارح, يعني تقدروا تلقاوهم. داك الشيء علاش درت الفيديو دغيا,
وان شاء الله تستناو مني فيديو جديد وكنشكركم دائما وكنقول لكم بالسلامه عليكم راني ما قادراش نهضر بالسلامه عليكم البنات.